تراجعات جديدة تضرب أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة، حيث سجل عيار 21 سعرا أقل من 3600 جنيه، وتراجع الجنيه الذهب خلال ساعات 300 جنيه. فإلى أين وصلت أسعار اليوم؟ نستعرض لحضراتكم التفاصيل في تغطيتنا الاقتصادية. نبدأ بأسعار الذهب محليا، والتي شهدت تراجعا جديدا اليوم في محلات الصاغة من أعلى سعر سجله قبل يومين، وجاء ذلك مع هبوط سعر الأوقية في بورصة وول ستريت بقيمة 2659 دولارا على غير المتوقع بعد نحو 2685.96 دولارا. وعليه تراجع سعر الجرام من عيار 21 إلى أقل من 3600 جنيه، وأيضا تراجع سعر الجنيه الذهب وسجل 28720 جنيها، وكان هذا كأقل سعر لليوم بعد أن وصل إلى 29000 جنيه كأعلى سعر قبل أيام بفارق يصل إلى 300 جنيه، فيما سجل 30 إلى 32 ألف جنيه للشراء كأعلى سعر في نهاية يناير لعام 2024، مع القفزة الكبيرة والتي شهدها المعدن محليا حينها. والآن نستعرض لحضراتكم أسعار الذهب بشكل مفصل وفقا لآخر تحديث اليوم. سجل سعر الذهب عيار 24 4103 جنيهات للشراء و 4190 جنيها للبيع، وبلغ سعر الذهب عيار 21 3590 جنيها للشراء و 3580 جنيها للبيع، ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 3077 جنيها للشراء و 3069 جنيها للبيع، وسجل سعر جرام الذهب عيار 14393 جنيها للشراء، وسجل سعر الجنيه الذهب 28720 جنيها للشراء و 28640 جنيها للبيع. هذه الأسعار بدون مصنعية، إذ أن مصنعية الذهب في مصر تختلف من محل صاغة لآخر، وتبدأ في الغالب من 80 وحتى 200 جنيه على سعر الجرام المجرد، وذلك باختلاف نوع عيار الذهب وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر. تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر الجرام للذهب المجرد، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط وتستخدم الأوقية والتي تزن 31.1 جرام كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب. أما مصنعية الذهب المستعمل فتبدأ من 30 جنيها فأكثر، مع العلم أن هذه الأسعار تتغير على مدار اليوم وفقا لآلية العرض والطلب. عن توقعات أسعار الذهب الأيام والشهور المقبلة فلا يمكن الجزم بها أو معرفتها نظرا لتقلبات السوق، حيث أن الذهب يتأثر بمتغيرات عدة أبرزها حالة السوق والمتغيرات الجيوسياسية وحجم الإقبال على البيع والشراء، ومحليا سعر الدولار مقابل الجنيه، ولكنه سيتجه نحو الارتفاع الأيام المقبلة بسبب قيام الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة. ووفقا لأحداث التوقعات الطويلة المدى سيصل سعر الذهب إلى مستوى 2627 دولارا بنهاية عام 2025، ثم إلى مستوى 2676 دولارا بنهاية عام 2026. أيضا بيتوقع المحللون أن ترتفع أسعار الذهب إلى 2900 دولارا للأونصة بحلول نهاية العام المقبل، مدفوعة بقوة الطلب. ننتقل لأسعار الدولار اليوم في البنوك وفقا لآخر تحديث
فسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري 48.30 جنيه للشراء و 48.43 جنيه للبيع، وسجل سعره في البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي وبنك القاهرة 48.32 جنيه للشراء و 48.42 جنيه للبيع، وسجل في مصرف أبو ظبي الإسلامي 48.38 جنيه للشراء و 48.48 جنيه للبيع. بحسب بيانات نشرت على الموقع الرسمي للبنك المركزي، ارتفعت أرصدة الذهب لدى البنك إلى 498.234 مليار جنيه بنهاية أغسطس الماضي، مقابل 479.386 مليار جنيه بنهاية يوليو السابق، بارتفاع يصل إلى 18.848 مليار جنيه. في غضون ذلك، قفز إجمالي الأصول بالبنك المركزي المصري لتسجل 6.24 تريليون جنيه بنهاية أغسطس الماضي، وكان ذلك مقابل 5.945 تريليون جنيه بنهاية يوليو السابق، بارتفاع يصل إلى 79 مليار جنيه. كشف البنك المركزي في بيان له عبر موقعه الرسمي الأربعاء الماضي أن مصر سددت 23.8 مليار دولار من أعباء خدمة الدين الخارجي من الفوائد والأقساط خلال 9 شهور في الفترة من يوليو لعام 2023 حتى مارس 2024. من ناحية أخرى، قرر البنك المركزي المصري سحب السيولة من الفائض لدى البنوك العاملة في السوق المحلية، حيث جمع 1.158 تريليون جنيه في عطاء السوق المفتوحة، وقبل المركزي جميع العروض المقدمة من 26 بنكا بفائدة بلغت 27.75%. وكانت قد قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عقب اجتماعها 6 هذا العام، والذي كان مساء الخميس 5 سبتمبر، بتثبيت سعر الفائدة دون أي تغيير للمرة 3 على التوالي، حيث قالت لجنة السياسات النقدية في بيان صادر عن البنك المركزي أنها قررت تثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة. وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و 28.25% و 27.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. من ناحية أخرى، كان قد وافق صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة 3 من القرض لمصر بقيمة تصل إلى 28 مليون دولار لمصر في اجتماعه 2 والموافق 29 من يوليو لعام 2024. عن توقعات أسعار الدولار الفترة المقبلة، فكان قد أعلن محللو بنك أوف أمريكا توقعات مبشرة بانتهاء أزمة الدولار في مصر، حيث قالوا إنه سوف يحدث ارتفاعاً لقيمة الجنيه المصري أمام الدولار خلال السنوات المقبلة. وتأتي هذه النظرة المتفائلة بعد قرار البنك المركزي المصري في مارس لعام 2024 بالسماح للبنوك بتداول العملات على أساس آليات العرض والطلب. إلى هنا مشاهدينا تكون انتهت تغطيتنا الاقتصادية، كنت معكم أنا رنا عبد الرحمن، أشكركم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.